نحكي للدكتور فراس ألف ألف مبروك، تستاهل كل خير. أنا كتير مبسوطة أنه هو من أوائل الدكاترة الجراحين اللي صديق قديم بالنسبة إلي، وبعرفه من يمكن 6-7 سنين، وأول دكتور يمكن استشرته في شغلات تجميلية. فكتير مبسوطة على هذا الإنجاز الكبير، ويا رب الله يوفقه دائما ودائما يتحفنا هيك بالكثير من الإنجازات والتقنيات الحديثة اللي كلنا نستفيد منها. Thank you.